السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بالطبيب العميد معتز احتيتاني، عضو قيادة المجلس العسكري في دمشق وريفها. حياكم الله سيادة العميد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيادة العميد، صدر مؤخرا بيان من قيادة المجلس العسكري لدمشق وريفها. طبعا ما الهدف من هذا البيان؟ سيدي الكريم، الثورة السورية الآن دخلت عامها السادس. الرؤية أصبحت واضحة منذ بداية الثورة بأن دكتاتور يريد أن يحكم الشعب بالقوة، وهناك شعب تأكد من أن هذا الدكتاتور يحكم الشعب بالسلطة والقوة وبالحكم الأمني. عندما صار هذا الشعب يريد أن يعبر عن رأيه بتغيير هذا الدكتاتور وتغيير نظام الحكم إلى حكم ديمقراطي بإنسان منتخب حريص على مصلحة الشعب وحرص على هذا البلد، فماذا حدث؟ هذا الدكتاتور استخدم كل قواه لسحق الشعب كاملا. كل من يعارض هذا الدكتاتور سوف يسحق، يعني القوة الموجودة بيد هذا الدكتاتور. وحاول كل جهده كتم أفواه كل من عارض هذا الدكتاتور. عندما تزحزحت القوى باتجاه قوة الشعب، استعان هذا الدكتاتور بدولة استعمارية إرهابية عظمى معروفة، وكل دول العالم تعرف وتعي تماما بأنها تنشر الإرهاب في كل المنطقة، وهي إيران وحزب اللات في لبنان. وأيضا بعد سنة أو سنتين من الثورة تأكد هذا الدكتاتور وهذا النظام الاستعماري أن ميزان القوى ما زال رابحا باتجاه ثورة الشعب، حتى استعانوا بدولة استعمارية عظمى هي روسيا. ثلاث دول إرهابية تقتل شعب، ومن يدعم هذا الشعب؟ هذا الكلام موجه إلى كل دول وقادات العالم والمنظمات الدولية ومجلس الأمن. نحن نعرف ونعي تماما منذ بداية الثورة، لو الثوار الذين نشأوا من هذا الشعب لو أعطيناهم الدعم الكافي بنوعية السلاح أو دعمناهم بحظر جوي، لانتصرت الثورة منذ بدايتها ولتحولت سوريا إلى بلد مزدهر حضاري يحكم من قبل شعبه بقيادة إنسان منتخب من هذا الشعب. ولكن الخطأ العظيم الذي ارتكبه دول وقادات العالم بعدم الدعم الكافي لهذا الشعب المسكين وتركه يسحق بأقصى أنواع الأسلحة. روسيا الآن وإيران تستخدم الأسلحة الاستراتيجية التي لا تستخدمها الدول الاستعمارية إلا بصراعها مع دول عظمى أخرى. هذا السلاح الاستراتيجي يستخدم لسحق شعب بأطفاله بنسائه وبجميع مكوناته الإنسانية. كل الناس تعرف لو فرضنا حظر جوي منذ بداية الثورة لانتصر الشعب ولانتهت مأساة الشعب السوري. لو زودنا الثوار بسلاح نوعي مضاد للطائرات ومضاد للدرع منذ بداية المعارك ومنذ بداية الثورة لانتصر الشعب ولا انحلت مشكلة الشعب السوري وانحلت مشكلة سوريا عامة. يدعون أنهم يحاربون الإرهاب. من صنع الإرهاب؟ هم من صنعوا الإرهاب. كلمة سمعتها من رئيس عربي سابق بدون ذكر الأسماء، عندما سأله السائل ما رأيك بالإرهاب أو التطرف، فأجاب هذا الرئيس من الطبيعي أن يتطرف الإنسان من شدة الضغط الاستعماري عليه. الآن الشعب السوري الممزق، عندما يرى الإنسان بيته مهدم وأسرته مقتولة وأولاده مذبوحين
بالصواريخ وبالدبابات وبأقصى أنواع السلاح، ألا يتوقع أن يكون متطرفا؟ أليس هم من صنعوا التطرف؟ نعم، دول العالم وقادة العالم هم من صنعوا التطرف. سيادة العميد، يعني أنت تقول أن الأطفال تموت، طيب الحكومة الأمريكية تدعي حماية الشعب السوري، أين هذه الحماية صديقي الكريم؟ إذا كان الأحصائيات، لا شك أن الإدارة الأمريكية تطلع على أحصائياتنا اليومية، وكل إعلاميين يوثقوا الأطفال وأجسادهم المقطوعة وعدد الضحايا وعدد الشهداء، وفي كل يوم يزداد العدد ويتراكم يزداد ويتراكم. فهل اتخذت أمريكا إجراء واحد لإيقاف هذا القتل؟ يعني أفهم من كلامك أن أمريكا متآمرة على الشعب السوري. هناك يعني لا يوجد فرق كثير بين السكوت والتآمر، لأنه الاثنان يصلوا إلى هدف واحد. كل شعوب العالم تنظر إلى الشعب السوري كيف يقتل ويسحق، وأقسم بدماء الشعب السوري أن هذا الشعب لن يسامح كل من تآمر عليه وعلى أطفاله وعلى شعبه وعلى بلده. الإحصائيات واضحة. هل تقول لي أنه الرئيس الأمريكي لا يعي تماما إحصائيات عدد الشهداء وعدد الأطفال الذين استشهدوا؟ هل تقول لي أن الاتحاد الأوروبي والناتو لا يعرف تماما عدد الشهداء في يوم واحد من استخدام الكيماوي للنظام؟ من أين هذا نحاول الشهداء؟ ألم يرصد الإعلام أعدادهم؟ ألم يشاهدوهم؟ إذن السكوت هو قرين التعاون على قتل هذا الشعب السوري. إذن في هذه المرحلة من يدعم الشعب السوري؟ هل نقبل بالديكتاتور الذي ذبح وشرد الشعب ودمر البلاد أن نقول له نعم أنت رئيسنا في المرحلة القادمة؟ لا أعتقد أن الشعب السوري سيقبل هذا. هل يحاربون يقتلون هذا الشعب بحجة الإرهاب؟ لو انتصرت الثورة السورية لا وجود للإرهاب في سوريا، ولن يستطيع أن يدخل الإرهاب في سوريا. إذن ما صنعه القادات والساسة العالميين في هذا الشعب المسحوق هو من سمح للإرهاب والتطرف أن يدخل في هذه البلد. سيادة العميد، بالعودة للبيان، لاحظنا الجمعة الماضية خرجت مظاهرات في الغوطة الشرقية طالبت بغرفة عمليات واحدة. هل بيانكم صدر تلبية لمطالب الشعب؟ سيدي الكريم، هذا الشعب أساسا هو شعب لم يجهز سابقا للسياسة أو للحرب. هو شعب بسيط، كان يحيا حياة بسيطة. الفلاح يذهب إلى حقله، والبائع يذهب إلى دكانه، وكل إنسان يمارس حياته بشكل طبيعي. يوجد عدم نضوج للفكر السياسي لهذا الشعب، هذا في بداية الثورة. أما بعد 6 سنوات من القهر والسحق والقتل نضج الوعي السياسي عند هذا المواطن، وأصبح يعي هذا الإنسان السوري من هو عدوه ومن هو صديقه. ووجد الشعب السوري في هذه المرحلة أن لا حل ولا خلاص إلا بتوحد القوى بشكل فعال، وتوجيه هذه القوى بالاتجاه الصحيح حتى يحقق الشعب إرادته، لأنه لن يقبل هذا الشعب استمرار الحكم الدكتاتوري الأسدي ولا بأي شكل من الأشكال. وهذا لا يمكن أن يقبل الإنسان ببقاء القاتل أن يكون حاكما في المرحلة القادمة. سؤال أخير سيادة العميد، لاحظنا في الآونة الأخيرة خسارة بعض النقاط للمقاتلين في الغوطة الشرقية، برأيك ما سبب خسارة النقاط؟ وكنا نلاحظ سابقا انتصارات كبيرة للفصائل المتواجدة في الغوطة الشرقية، ما سبب خسارة بعض النقاط مؤخرا؟ هناك عوامل كثيرة لخسارة النقاط الكريم. أهم هذه العوامل حتى ننقض أنفسنا، نعم نحن بالتفرقة أو عدم الوعي بالتوحيد القوى العسكرية والسياسية والوطنية بشكل عام وتوحيد الجهود، هذا خطأ كبير ارتكبته بعض الفصائل بالمرحلة الماضية، ولا أظن إلا أنه عادت هذه الفصائل بتصحيح وجهات نظرها وتصحيح هذا الخطأ، وعادت إلى التعاون الاستراتيجي والتعاون لمصلحة المعركة الكبرى باتجاه العدو الرئيسي. ولكن من ناحية أخرى، نقطة أخرى كريم،
ببداية الحديث أنا ذكرت نحن مجموعة ثوار يعني لم ندرب ولم نسلح أسلحة استراتيجية سابقة. نحن نقاتل دول عظمى استعمارية ضخمة تملك ترسانات من السلاح، ومع ذلك نحقق الانتصارات بين الحين والآخر. ولكن لن يحلم هذه القوى الاستعمارية باستسلامنا، لن يصلوا إلى مرحلة الاستسلام، لأننا شعب حي وباقين على أرضنا حتى نموت ونحصل على الشهادة، وإلا فالنصر حليفنا بإذن الله في المرحلة القادمة، ويبقى الشعب قائم على أرضه، ولن يستطيع مستعمر على وجه الأرض أن يغير مجرى هذه الحياة في هذه الأرض.